يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، نبي شرح الله له صدره، رفع الله له ذكره، ووضع الله عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله تبارك وتعالى وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بالتقوى وأن تستمسكوا من الله جل وعلا بالعروة الوثقى. وصية الله تبارك وتعالى بالتقوى كانت للأولين والآخرين، قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، جعلني الله وإياكم من المتقين. معاشر الأحبة، ما نزل كتاب من السماء على نبي من الأنبياء أعظم ولا أجل ولا أرفع ولا أقدر من القرآن الكريم، أنزله الله تبارك وتعالى في خير ليلة هي ليلة القدر، وفي خير شهر هو شهر رمضان، أنزله الله جل وعلا ولم يكن لأحد من الخلق حفظه، وإنما أوكل حفظ القرآن لذاته العلية، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد عرف التاريخ أئمة من الرجال وأفذاذا من الأخيار أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم في القرآن الكريم، فهذا مفسرا والآخر مدرسا والثالث متدبرا، وفي كل كانوا يعملون به، لأنهم عرفوا وفهموا أن القرآن الكريم منهج حياة من ألفه إلى يائه، من بدايته إلى نهايته، منهج حياة يقوم الحياة في جميع شؤوناتها ومجالاتها. عرفوا ذلك فعكفوا على القرآن يتأملونه. وفي ظل هذه الظروف التي تعيشها أمتنا اليوم، تتسارع فيها الأحداث وتتقلب فيها الأمور وتكبر فيها الشبهات وتختفي فيها الحقائق، في ظل هذه الأمور حري بنا أن نرجع إلى القرآن الكريم، نفهمه ونتأمله وندرسه بطريقة يمزج فيها هذا المعنى مع الواقع، مع ما تعيش أمتنا في هذه الظروف الحالكة. أمتنا عموما وفي بلادنا على وجه الخصوص، الآن اختيار عنوان لخطبة الجمعة يتماشى مع الواقع صار صعبا. لماذا؟ لتسارع الأحداث ودخول بعضها في بعض وتوسيع الإعلام لدائرة الشبهات، حتى صرنا حقيقة أمام مشهد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن من ورائكم أياما خداعات، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتحدث فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في العامة. والله نحن في هذا الزمان
نحن في زمان يصدق فيه الكاذب، بل الكاذب الذي لا تحتاج إلى براهين لتتحدث عن كذبه أو تؤكد أنه كذاب الآن يصدق عند كثير من الناس، ويكذب الصادق الذي تعود على أن يبرهن كلامه بما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. المرجعان الأساسيان لكل مؤمن ومؤمنة القرآن والسنة. الآن بدأت الأمور تدخل بعضها في بعض، ولهذا سنحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نتأمل سورة من قصار السور حتى نفكك هذه الغوامض عند كثير من الناس. سورة يحفظها الصغير قبل الكبير والذكر والأنثى، هي سورة العصر. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال إمام الشافعي محمد بن إدريس إمام المذهب المعروف، قال: لو لم ينزل من الله تبارك وتعالى على الناس حجة لهم إلا سورة العصر لكفتهم. أي أن الله تبارك وتعالى لو لم ينزل علينا حجة على أنه أمرنا بأن نفعل كل الخيرات ونجتنب كل المنهيات إلا سورة العصر لكفتهم. وسورة العصر كما يقول كثير من العلماء هي منهج حياة كامل، تحدثت عن الجوانب الأساسية السلوكية يعني الأخلاقية والجوانب العملية في الحياة التي تنبني عليها يبني عليها الفرد نفسه، وتنبني عليها المجتمعات، وتنبني عليها حتى الدول والأمم. في سورة قصيرة من حيث كلماتها، عدد آياتها 3 آيات، لكن معانيها عظيمة، وهذا من المعجز الذي لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. سورة العصر هي من في قصار المفصل، ومعلوم أن الأئمة دأبوا على أن يصلوا في الغالب في الصلوات الجهرية بقصار المفصل ليخففوا على المصلين، ولو علم كل منهم ما في قصار المفصل من الأسرار وأوامر الله تبارك وتعالى باتباع تعليمات القرآن لاختار بعضهم على أن يحفظ شيء من السور الطويلة ويصلي بها، بعيدا عن السور التي توجيهاتها واضحة. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يفترق كثير منهم في مجلس من المجالس قبل أن يقرأوا فيه سورة العصر. يعني لما تكون عندهم جلسة وتنتهي هذه الجلسة يختموها بقراءة سورة العصر. لماذا سورة العصر من بين 114 سورة؟ يعني السورة 103 في ترتيب المصحف. لماذا؟ لما فيها من معاني أيها الإخوة، ولما فيها من أسرار. قال الله جل وعلا في بدايتها: والعصر، وهذا قسم، ومن أعظم موضوعات القرآن القسم. والله جل وعلا أقسم بأزمنة وأمكنة، ودل هذا القسم على عظمة الأزمنة والأمكنة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها. فأقسم الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالأزمنة، قال: والشمس وضحاها، وقال جل وعلا: والليل إذا يغشى، وقال ربنا تبارك وتعالى: والضحى، والعصر. ومن الأمكنة التي أقسم الله بها قال: والتين والزيتون وطور سينين، وهو طور سينين يعني الجبل الذي كلم الله تبارك وتعالى عنده سيدنا موسى عليه السلام، أقسم الله بهذا المكان. لكن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز لم يقسم لا ببشر ولا حياة بشر إلا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أقسم الله تبارك وتعالى ولا درأ، ما خلق الله ولا درأ ولا برأ أحدا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقسم بحياة بشر إلا هو. قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. معنى قسم الله تبارك وتعالى بالعصر اختلف العلماء فيه على 3 أقوال. منهم من قال العصر المقصود به هو الدهر كله، لأنه جاء في بعض الأحاديث القدسية أن الله يقول: أنا الدهر، ولهذا نهي المؤمن على أن يسب الدهر.
وقال بعضهم إن المقصود بالعصر هنا هو عصر النبوة، العصر الذي بعث فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، العصر اللي غير فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم الكرة الأرضية وجاء بهذه التعليمات التي استمر نورها إلى اليوم. لا شك أنه أعظم وأفضل العصور. لما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء كان بديهي أن تكون أمته هي أفضل الأمم، وأن يكون عصر الرسالة المحمدية هو أفضل العصور. وهذا يشير إلى أن المعاني العظيمة التي كانت في زمن النبوة ينبغي أن نلتفت إليها صباحا ومساء في كل وقت وحين، لأن الله تبارك وتعالى أقسم بها على قول بعض العلماء. وبعضهم قال العصر هو وقت صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر. حكم على الإنسان جنس الإنسان أنه خاسر من الله تبارك وتعالى، ومعنى خاسر أي هالك ومغبون وسيفوته الخير الكثير. الإنسان جنس الإنسان خاسر، إلا إذا امتثل لأربعة أمور. ما هي؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا هو لب الموضوع ولبابه أيها الأحباب. فهل نحن ممن استثناه الله تبارك وتعالى من هذا الخسران؟ هل ينطبق فينا هذا الاستثناء؟ الله تبارك وتعالى قال إلا الذين آمنوا، فمن هم المؤمنون؟ لكي تعرف المؤمن من غيره لا تحتاج إلى أن تقلب الكتب وتفتح وتنظر هنا وهناك. هذا السؤال لأنه مهم وتتعلق به خسارة الإنسان ونجاته، لأنها متعلقة به، تكفل الله جل وعلا عن إجابة هذا السؤال بنفسه في القرآن. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني إذا جاء الأمر مبني على ما قال الله وقال الرسول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة عاقل وعاقلة أن يبحث عن رأي ثالث بعد أن بين له الرأي مبنيا ومعتمدا على ما قال الله وقال الرسول. هذا هو منطق القرآن في تبيين المؤمنين حتى لا تبحث عنها، هي واضحة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا الحديث عظيم أيها الإخوة، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والله الذي لا إله إلا هو، من أخطر الآفات على الفرد والمجتمع والأمة على الإطلاق آفة اتباع الهوى، أن يتبع الإنسان هواه، أن يصير الهوى الذي هو ميولات النفس ورغباتها يصير هو الإله. قال الله جل وعلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. تخيل شخص الإله، عفوا أيها الإخوة، الإله بمعنى الإله هو المعبود، يعني الإله هو المتبع في الأوامر والنواهي. تخيل أن يكون إله العبد هواه،
يعني رغبات نفسه، أكيد سيكون هذا مضطرب في اختياراته، في قراراته، في برامجه، في أموره، في تدبيراته، في تزكياته. في زمان اليوم بدأت كشوفات التزكيات فيه تتوزع على الناس، اتباع الهوى. الله تبارك وتعالى يقول: أرأيت من اتخذ، ينبه النبي، من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ اسمع إلى المعنى الذي ينطبق على هؤلاء: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أقل وصف يوجه لمن اتبع هواه أنه كالأنعام، يعني كالدواب، لأن له عقل لم يستعمله. وهذه آفة خطيرة، ومجالاتها والله الذي لا إله إلا هو تشمل كل شيء. اتباع الهوى فيما يتعلق حتى في العلاقة مع الله بالشبهات. بعض الناس لما يعني تقول كما سيأتي معنا: وعملوا الصالحات، لأن الصالحات على قول أكبر العلماء هنا الفرائض، ندخل الأمور بعضها في بعض حتى نلتزم بالوقت. بعض الناس فيما يتعلق بالشبهات يحاول يعني أن يحافظ على الفرائض، حتى تعرف كيف يدخل يعني اتباع الهوى في هذه الأمور، يحاول أن يحافظ على الفرائض. ما أمكن، وفي عقله أن الفرائض في الغالب يقتصر على العبادات المعروفة اللي هي الشعائر، لأن معنى العبادات أوسع. يحافظ على الشعائر يعني في الصلوات الخمس والزكاة والحج والصيام، ويقصر الفرائض، يقصر معنى الفرائض على هذا. والمعنى الحقيقي للفرائض فيما يتعلق بالعبادات محدود جدا، وباب الفرائض أيها الإخوة واسع لدرجة أنه يشمل 80% من العادات. 80% من العادات اللي عندنا في حياتنا تدخل في باب الفرائض. ما قولكم في بر الوالدين؟ تخيل لشخص محافظ على السنن الرواتب 12 عمره ما فرطش فيها، ثم هو مع هذا مش داير اهتمام لقضية الوالدين، لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أيها الإخوة أحيانا يدخل فيه اتباع الهوى، يعني هوى يقول لك: لا، أنت الآن ممتاز مع الله تبارك وتعالى، ممتاز، ما فيش داعي تقلب وتفتش. خطر اتباع الهوى عظيم. أحيانا يدخل إلى الدماغ والدماغ ممتلئ بالعلم، يعني عالم يتبع هوى. قال الله تبارك وتعالى في الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. شوف القيد هنا: وأضله الله على علم. عالم نعم، لكن اتبع هواه، خذتها العاطفة. والله أنا الآن في موضوع التزكيات والترشيحات والانتخابات، يا سيدي بنرشح، وهذا كفء وهذا مش كفء، أنا خليني شوي بس، هذا صاحبنا، هذا حبيبنا، هذا قريبنا، هذا وعدني، هو لا يصلح، هو فاسد، لكن وعدني، قال أول ما يوصل إن شاء الله بنعينك، فأنا نزكي، هوى. هذه ببساطة. ولما نرجعوها لسورة العصر تطلع في المعنى الأول أيها الإخوة: إلا الذين آمنوا، قال صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تخيل العاطفة متاعك وكل شؤوناتك ملتزمة بتعاليم الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي هي تعاليم للقرآن أصلا. قال الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والصالحات هي الفرائض أيها الإخوة في الغالب، وبابها واسع. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما معنى الحق وما معنى الصبر؟ الحق في أجمل معانيه هو الله تبارك وتعالى، والحق في أجمل معانيه أن تفهمه على أنه الدين. تواصوا بالحق يعني تواصوا باحترام الدين. يا راجل خلي للدين اعتبار، خلينا الحديث متاعنا ندخلوا فيها بين الفينة والأخرى ما قال الله وقال الرسول. خلينا نستعمل شمولية الإسلام لكل شؤون الحياة. أما قال الله تبارك وتعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه حقيقة أيها السادة، هذه حقيقة حية ماثلة واضحة في القرآن. من غابت عنه هذه الحقيقة اليوم فستنكشف له غصبا عنه ورغما عن أنفه غدا يوم القيامة.
قال الله تبارك وتعالى عن يوم القيامة: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. كأنك بعتها في الدنيا ستجدها أمامك يوم القيامة رغما عن أنفك. معنى تواصل بالحق يعني تواصل بالدين. أفضل وصية يقدمها أب إلى ابنه وأخ إلى أخيه وزميل إلى زميله في هذه الأيام في أيام بناء الدولة، أفضل وصية أن توصيه بالدين بالتقوى. هذه وصية الله للأولين والآخرين، توصيه بالدين، هذا أفضل ما تقدمه له. ايش توصيه؟ وصايا زائفة. انظرنا عند مدرسة تبي التكميل كملها لينا، عندنا جامعة يبي التكميل كملها لينا، عند وصيه بالدين واترك الباقي. لماذا الهجوم الآن على إدخال الدين في السياسة؟ ليش؟ لأنه مسألة حارة. لما نفتح الملف هذا تطلع فيه حاجات واجدة، مرات نطلع ونحن من دائرة الإيمان بكل. ولهذا يقول لك لا خلينا نحن نتكلم على السياسة حولنا دين. لا، الأمور متداخلة هكذا أيها السادة. ومعنى تواصوا بالحق تواصوا بالدين، وساعدوا بعضهم يعني لمرور هذا النفق المظلم. والله من أجمل ما قرأت منذ القدم خطبة لأحد العلماء في الكويت في زمن الانتخابات، هم مجربينها تجربة هذه من زمان. عنوان الخطبة: زمن الوعود الكاذبة. صدرها الخطيب قال: أما بعد، فيدخل عليكم بعد أيام زمن الوعود الكاذبة. هو مجربينها، ممكن تكون صادقة، ممكن تكون 50-50، لكن علاش قالها؟ ليش؟ لأن هذا تزكية النفس، هذا الحملات والحاجات كلها مبنية على تزكية النفس. يا سيدي زكي في حدود ما قال العلماء أنه جائز، لكن تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعنى الصبر تواصي عليه صبر على الحق والصبر عن المعاصي والآثام والصبر على التحدي والوقوف أمام الظالمين والطغاة والمتجبرين. هذا كله ينبغي أن يوصي بعضنا بعضا به. تأتيك الرسائل: خفف عيار الخطبة، نقصة شوي، رد بالك، يعني تكلم بالإشارات، تصل هذه معاني. بعض العلماء يعني يصير عليه ضغط يوضح مسألة فيخرجها هيك يعني مش واضحة، فتفهمها على معنيين، ولما تجي يقول لك أنا قصدت الاثنين معا، ما بنزعلش حد. معنى تواصوا بالصبر، الصبر إنه يصبر على الحق. وأي حد يتشبث بالحق لا شك أنه سيؤذى، ولا شك أنه سيعاقب ويعاتب. وإذا تحمل وتجاوز المرحلة ستشعر ويشعر هو بكرامة الثبات. وأذكر هنا كمثال واقعي سماحة المفتي حفظه الله ورعاه في مسألة إجابته عن الفتاوى وطريقة حديثها للشارع، اللي هو كان على نسق واحد، وما زال الناس يختلفون لحظة ثم يتحدون أخرى، يتحدون أخرى ثم يختلفون لحظة، والكلام واحد مبني على قواعد فقهية، قواعد فهم القرآن الكريم، قواعد فهم السنة، قواعد فهم الواقع، أخلطهم مع بعضهم تجيك الفتوى. فيه اعتبار واحد بس يغير الفتوى، هو الضغوطات الجانبية. العالم الرباني لا تؤثر فيه مثل هذه الأمور أبدا. ويحتاج من الناس الصادقين أن يوصوه بالصبر، هذا المعنى، اصبر على الحق. هذه معاني أيها الإخوة سورة العصر، السورة اللي يحفظها الصغار والكبار، الرجال والنساء، في أربع في ثلاث آيات، في سطرين في القرآن الكريم. يمكن أن نستخرج منها كل هذه المعاني ونعالج بها واقعنا. النداء اليوم هو بالرجوع إلى القرآن وفهمه على أنه منهج حياة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والعظات والبينات والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة وذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، نبي الهدى وبحر الندى وأكرم خلق الله جودا وأعظمهم يدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد جاء في الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة لا يصرفها عبد المؤمن يدعو الله تبارك وتعالى فيها بدعاء إلا استجاب الله جل وعلا دعاءه، وإنا لنرجو أن تكون هذه الساعة ساعة الإجابة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أمنمت به علينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك في بلادنا وفي أمتنا عيشا قارا وعملا بارا ورزقا دارا. اللهم نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا بابا للخير إلا فتحته، ولا بابا للشر إلا أغلقته. من أوصانا أوصاكم بالفاتحة والدعاء. اللهم احفظنا وإياهم من كل داء، وادفع عنا وعنهم كل بلاء. من كان منهم اللهم مريض فاشفه يا ذا الجلال والإكرام، كان منهم طالبا لحاجة فأعطه سؤله يا ذا الجلال والإكرام، من كان منهم عاقا لوالديه فألهمه برا لوالديه، من كان مرتكبا ما لا يعصيك فألهمه التوبة يا تواب، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.